معي عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم شويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، كيف تابعت زيارة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى مصر والمؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ايوه أهلا بك سيادة السفير، أنت معنا على الهواء. أهلا وسهلا. أهلا بك، كيف تابعت المؤتمر الصحفي وهذه الزيارة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك؟ هي زيارة هامة جدا الحقيقة، نعم، توضح كيف أن مصر منفتحة على كل الجوانب السياسية والتطورات السياسية في كل مكان، وعلاقاتها مع علاقات راسخة ومبدئية، يعني ذات مبدأ لا تخرج عن مبادئ. هذه البوسنة والهرسك مرت بظروف صعبة جدا جدا جدا، ومصر أيضا مرت بظروف صعبة جدا، وبالتالي فإن تبادل الخبرات مهم جدا في هذه الأمور. ثم إن مصر تؤيد انفتاح البوسنة والهرسك على العالم، وأن الماضي قد انتهى وأن المستقبل هو الأوفى. نعم، من ضمن نعم. يعني ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي، وكان على رأس يعني الأولويات في مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك القضية الفلسطينية. هناك توافق من الجانبين فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار في تهدئة التوتر بشكل عام، التوتر الإقليمي، وصولا إلى حل سياسي وعادل للقضية الفلسطينية. في رأيك، إلى أي مدى هذا يفيد في هذا التوقيت في الوصول إلى هذا الهدف؟ هذا أمر مهم جدا، لأن التوقيت مهم. ما تمر به القضية الفلسطينية الآن تحتاج إلى تعزيز من كل الجوانب، والرأي العام العالمي بكل أشكاله. عندما تؤيد البوسنة والهرسك وقف إطلاق النار، فإن هذا يعزز مطلب وقف إطلاق النار، ومصر تسعى بكل جهدها لحجز القوى الدولية لوقف إطلاق النار. وهذا أمر مهم جدا جدا. نعم، هناك مجالات عدة للتعاون فيما بين الجانبين سيادة السفير، أبرز مجالات التعاون في رأيك، خصوصا أن هناك رغبة من الطرفين في دعم مجال مثل مجال السياحة على سبيل المثال؟ بالنسبة للبوسنة والهرسك، الحقيقة لدي إمكانيات هامة جدا في التصنيع، ويمكن أن تتبادل الخبرات مع مصر. وأيضا موضوع السياحة موضوع مهم جدا، لأن أبناء البوسنة والهرسك يودون أن يحضروا إلى مصر، لأن مصر بالنسبة لهم الحقيقة يعني شيء جميل جدا، ولابد من السعي لزيارتها. نعم. طيب، هناك دعوة يعني وجهت للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر لزيارة سراييفو، يعني إذا ما تمت هذه الزيارة يعني سيكون أول رئيس مصري يقوم بزيارة إلى سراييفو في القرن 21، دلالات ذلك في رأيك فيما يتعلق بتوطيد مصر لعلاقتها مع مختلف الدول من مختلف قارات العالم؟ دعوة مصر لزيارة سراييفو، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة سراييفو أمر مهم، واضح جدا أن هذا يؤدي إلى متانة العلاقات وتقويتها، وأن مصر منفتحة على العالم كله، تود أن يسود العالم السلام، وتود أن يكون هناك حرية في العالم وسلام في العالم، وهذا أمر مهم جدا. نعم، سيادة السفير، ذكرت أن التصنيع من أهم المجالات يعني المتميزة لدى البوسنة والهرسك. مجال الإنتاج الحربي تم ذكره في سياق المؤتمر الصحفي أنه واحد من أهم المجالات التي ترغب البوسنة والهرسك في دعم التعاون فيها مع مصر، أهمية ذلك؟ التصنيع مهم جدا، هذه دول أساسا من دول يوغوسلافيا، وكانت دول متقدمة، دولة متقدمة في التصنيع الحربي، وسبق لمصر أن تعاونت مع للحصول على ما يخصها في موضوعات التصنيع الحربي، وبالتالي فإن الزيارة زيارة مهمة،
وتؤدي إلى زيادة اتصال مصر بمصادر قوية للتصنيع الحربي. نعم. أشكرك سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.